بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت. أول حاجة قام بالزيارة ديالنا بعدا الأخ البطل خالد الرئيس المعروف مدينة الرباط لوسيون على ما أظن لوسيون خالد الرئيس إن شاء الله. والخوت واحد القضية ترحما للفقيد الأب ديال الأخ خونا كريم الخلطي. نتمنوا الخوت تدعيوا معاه بالرحمة وبالمغفرة وبالتواب وبالثبات عند السؤال بإذن الله الخوت، بأن الأخ الأب ديال خونا كريم الخلطي. كريم الخلطي واحد الإنسان خالق ومعروف وبطل كبير الخوت مدينة الرباط إن شاء الله. راه لعبنا معاه الله أعلم في 2008 ولا في 2009 فاش لعبت معاه. بطل كبير وبطل كيف كنقولوا بالأخلاق ديالو. ما كنجبدش الخوت هذوك اللي كتلقاهم معنتين وكتلقاه هو بالأخلاق ماشي بطل، يعني كتلقاه ما مزيانش في الخلق ديالو ما مزيانش. هذاك ما كنسوقش ليه، والله ما نسوق ليه كاع. اللي كتلقاه معنتات وكيدفع كبير على عباد الله، وليني اللي كتلقاه سبحان الله العظيم كاينين بعض الابطال اللي كتلقاهم ابطال وكتلقاهم هما دراوش. هو كيف كيقول لك بطل بالاخلاق ديالو، هو درويش. كيف قلنا الخوت دعواتكم بالرحمه والمغفره وبالتواب وبالثبات عند السؤال باذن الله الخوت، لان كل من علي فانا الخوت. كلنا ذائق الموت، كل نفس ذائقه الموت. راه انا غادي نموت وانت غادي تموت وفلان غادي يموت وفلان غادي يموت، يعني الله يبقى وجه ربك ذو الجلال والكرم. ما غادي يبقى الخوت حتى شي واحد خالدين فيها. حنا كما يقول المثل الخوت قال لك اعمل لدنيا كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك انك ستموت غدا. ديما بنادم يدير في باله باني انا والله الله الله كيشهد عليا الخوت. والله العظيم الا ديما كنقول سبحان الله العظيم بعد خاصك نبدا نصلي تنقول هنا غادي نموت، فاش كنبغي نبدا الصلاه تنقول نقدر نموت في والله العظيم اخي خالد الله كيشهد عليا. تنقول حيت انا كنشوفوا داك سكرات الموت وكنشوفوا بزاف الحوايج اللي كيعطيونا الموعظه في الحياه، لان الحياه الخوت راه الحياه قصيره والله الذي لا رب سواه لا قصيره. غير العام اللي فات الخوت دخلت للسيكوريتي. الا قلت لكم شحال راه جايه 11 عام ولا 12 عام يمكن 11 عام دخلت في 2013 وين البارح وقتاش تزوج غير العام اللي فات او الثاني. يعني الامور الخوت راه كطير بسرعه، الوقت راه كيطير بسرعه. هنا فين خاصني نطبقوا داك المثل ديال اعمل لدنيا كانك تعيش ابدا، يعني في الدنيا دير راسك راك عايش، وانما بالنسبه للاخره ديما دير الاخره بين دماغك. واعمل لاخرتك انك ستموت غدا، باني غدا غادي نموت. دونك الا كنتي غدا غادي تموت شنو غدير؟ ما غدير حتى حاجه خايبه، غادي تصدق، غادي تعرف الله من الجمع، ما تخرجش منه بزاف الحوايج، يعني غادي تدين اليوم وغدا ما كتموتش والغدا عاوتاني نفس الديكور. كتبقى تقول ديما انا غدا غادي نموت، ديما غدا غادي نموت. هذا ما كان الله يرحم الاب ديال خونا اخونا كريم الخلطي الله يرحمه، الله يجعل من اهل الفردوس الاعلى مع الشهداء والصديقين ان شاء الله. ان شاء الله بغيتو يتلاقى مع الام ديالي ومع بو ومع خوتي ومع جميع المسلمين يتلاقوا في الفردوس الاعلى. اللهم لا تحرمنا ولا تحرمنا النظر الى وجهك العزيز، واللهم لا تحرمنا ولا تحرمهم من شرب من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الامه صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، باذنك يا رحمن رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يرحمنا ويرحم جميع اموات المسلمين باذن الله. كيف قلنا الخوت ان شاء الله اليوم جا عندنا الاخ بغى يتولى عندنا وجاب لنا واحد الهديه. هذه راه كنا ديجا قلناها من عنده هو ومن عند الاخ كريم الخلطي، واحد الشنيبر واحد الزغيلين ولد واحد ليساج لي زاس بيجون. جيو الخوت هنا الوليد هو هذا، وليد في المستوى تبارك الله، واحد الطويبه محارق. اللهم غالي ان شاء الله نتمنوا فيه الخير الخوت. هذا غادي نديروا له التخطير، هذاك الميله ما درتوهاش ليه ولا لا ما درتوهاش. نديروا ليه الخوت تبارك الله الوليد هو هذا. ندير ليه شي ربيعه ديال فلاجيل ياك. فلاجيل ما عنديش خصني نشريها. كيف قلنا عندك كومبي ميكس؟ لا ما كنديرش كومبي ميكس. الوليد الخوت هو هذا، اللهم بارك. وليد في المستوى يعني وليد زويون. ها انتوما باقي حشمان طويبي محروق. يلا هبط البارح من لاش. ان شاء الله غادي يدخل مع خوتو باذن الله. قبل ما يدخل مع خوتو لا تقطعوا ولا تستطيعوا علم قلت تذكر الخوت. اول حاجه شنو غندير لي؟ غندير لي واحد شويه باقي عندي من شحول هذه ديال تريكو بلس ديال تريكومونوز.
حيت الخوت ماشي كيسيون ديال العيب، انا غير واحد القضيه مولاه قالها ليا اللي صيفطوا لي قالها ليا، هي ماشي قضيه ديال العيب وهي قضيه ديال الخوت ديال تغيير الجو. يعني كبحال دابا انا جديتيني ديتيني لدار خالتي ما عمرني مشيت ليها مثلا، اولا شي دار ولا حال يعني كيتغير عليا الجو، كنبقى غير مصدوم ديال غير بحال هكا، كنبقى غير نشوف هنا يبغى نشوف الثريا ولا مثلا كنبقى ندير يعني كيتبدل عليا الجو في ديك اللحظه نقدر نستريسا بحال القضيه ديال الحمام. شوف كيدير مسكين دابا هو ما عمرو شوف كيبقى يديرها دابا تيقول فين انا كيبقى يدير بحال هكا يقدر يتستريسا والله اعلم. يعني ضروري الخوت من بعد هذه فلاجيل ولا الا كانت شي اربع حبه ولا نص حبه ديال الفلاجيل كدار لي في الفم، حنا غادي نديروا ليه الخوت هذا راه باقي جديده الغبره كتخرج. شتا خويا خالد الله يحفظك، نديروا للخوت شويه فمه من بعد بعدا ما نديروا ليه التقطيره هي الاولى، نديروا للخوت التقطيره ديال القميله كيف قلنا راه ماشي كنعيبوه ولا شي حاجه، لان هاد الخوت هادشي هذا راه ضروري منه، هادشي راه ضروري منه. لا هو حنا ما دايرينش فيه التقطيره ديال القميله، ولكن كاين واحد البرودوي كنرشو. لا حنا كنديروا التقطيره هذه خطيره، هذيك القميله اللي كتكون في الجناح وبالكارانطي. قميره. عرفتي بالكارانطي ما تلقاش اخويا، كان شي حمامات عندنا هنايا عامرين بالقميله، كدير لهم تقطيره وحده نضرب سيمانه وجي قلب قلب راه دي هذا انت هز لي واحد شويه، هز لي واحد شويه ولا حولي فمه لداخل صافي الله يجعل البركه، صافي الله يجعل البركه. هذا هو الخوت الوليدي ان شاء الله. بالنسبه للخاتم راه فيه تماما 50 في الاخر، فيه ديال الفيدراليه البيكان بحال اللي كان باقي بهم انا، هو هذا الولد الخوت ان شاء الله، هو هذا الله يجعله الله يجعلهم باركم. اييه ان شاء الله ان شاء الله الديكلاراسيون راه مو اسبيجون مو طوبيه من قطه في راسها، والاب ديالو الخوت دفلي ان شاء الله. من بعد غادي نقدر نخلي لكم تولعوا في والديهم والله اعلم ان شاء الله. في شارلي كانز و لوفت المدينه ياك ديال لوفت المدينه، امير ديال امير المدينه الركبي امين الركبي، فيه بزاف ديال الموالات تبارك الله، دمو ما فيه واعرين تبارك الله. ايوا الله يسخر الله يسخر فيه البركه. امين 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 الله يحفظك خويا خالد، وانت انت خير الله يسهل عليك هذا ماك الله يسهل عليك. الخوت كيف قلنا اول حاجه ان شاء الله حنا اليوم راه كاينه الحراره، كيف لاحظنا الشتا صبات هذيك الاخر لوفير دو بيير، لوفير دو بيير هذاك كيف قلنا لاحظنا الخوت الشتا راك سبحان الله العظيم كتكون الشتيوه كتصب بحال البارح صبات الشتيوه اللهم بارك، كانت امطار الخير الخوت البارح، واخا داك الشيء قليل ولله الحمد. حنا ما غاديش نطلقوا الخوت، غادي نكتفيو بالحميمات نتولعوا غير هنايا، غادي نعطيهم ياكلوا، ما غاديش نطلقوا مع الخوت في هذه الحراره باذن الله. خليوني تخليها خليها بقات تما كاع، ها هي نبقى نتغى تما. حنا نخرجوا الحميمات غير ياكلوا خالد، غادي نشوف واحد الحميمات انا راه صابتني الاخرى الدمعه تا انت من الدمعه راه كلشي لا تخليهم كيتصلا كلشي. دابا المشكل اخي خالد غير باش نتفاهموا فهمتيني، المشكل اخي خالد كيف قلنا راه الدمعه ماشي شوف باش غادي تعطي واحد الدواء اجي حيد من الغبره، كيف قلنا باش غادي تعطي واحد الدواء خارجي راه ما خدامش بيني وبينك. انا نحل الحميمات يخرجوا فهمتيني، كلنا موالع كيف كيقولوا، راه كاع اللي مربي البزق اللي عنده البزق راه مولوع راه حميمي فهمتيني، باش تعطي راه كاين اللي كيعطي كيدير خطا كيعطي دواء داخلي خارجي. يعني مثلا عندك الدمعه كدير لها الدمعه راه الا مشيتي عند الطبيب انت مثلا وفيك حبوبه خصو يعرف الاصل ديالها منين جايه وشنو كيعطيك، كيعطيك دي كومبريمون يعطيك كينات ولا يضرب لك بره ولا شي حاجه فهمتي كيفاش، يعني راه بامكانه يداوي لك غير ديك الحبوبه كيف كنديروا حنا يدير لها التقطيره يداوي المعدن منين خارجه. الله يرحم الوالدين داكشي اللي كاين، داكشي ثاني اللي قلت اخي اللهم كي راه بامكاني نبقى ندير التقطيره، غنشري التقطيره نبقى ندور على وتبقى تدور على هذه وتدور على هذه وتدور على هذه، وليني راه المرض كيبقى انت هو ملي كيمرض بصمته في الجهاز التنفسي راه عينيه كيبداو يدمعوا النيف كيسيل وليني أولا ملي كيمشي كياخد رويوميسين ولا كياخد ديك روفاميسين أييه أييه الحمد لله الحمد لله. حنا غادي ناخذو باغي ناخذ هذاك ديال الفروج الدوكسي الخوت غادي نخلي لكم إن شاء الله، هذا هو اللي غادي ناخذ
وغادي نبدا غدا ان شاء الله. هذا البرودوي هذا اللي كتشوفوا هنايا هذا راه صالح للجهاز التنفسي اون جينيرال، يعني الدمعه وكل شيء، والثمن ما نقولوش الثمن ديالو رخيص، على ما سمعت الثمن ديالو كيدير 120 درهم، 120 درهم 100 غرام ان شاء الله. هذا هو البرودوي اللي غادي ناخذه باذن الله. الى كتاب هذا ما كانش بالك في الحميمات ديالنا ابو خالد. ها الوليد مسكين معزول باقي حشمان. لا واحد الوقت اخي جمال وليت مخلوع، تنقول جمال صافي قفر هذا العام والحمد لله راه كلشي غادي مزيان دابا. لا الحمد لله. واحد الوقت وليتي كتقول كاختها كتقول هذه عرجاء هذه ما بقاش كت. المرض اخي خالد راه شوف قل لن يصيبني الا ما كتب الله لنا، راه حتى ملي كيجي المرض ما كتفهم والو، حنا تصابينا وصافي فهمتيني، الابتلاء كيجي من عند الله عز وجل. هذا مكان يعني راه اللي مكتبه لك هي اللي غادي توصلك. بومبي الحمام اخي. ها؟ الحمام بومبي. الا بومبي تبارك الله. راه كيبان لك هكا؟ لا الحمام بومبي. حيت البداله. لا الحمام تبارك الله جدينا بياسات الحمام بومبي، لكن اللي ما كتقدرش كاع هنا طير. فهمتيني؟ كتشدي كتلقاها غليظة. دابا ملي كتشد الحمامة في يديك وكتولع كامل. تشدها وكتورك عليها. ما كترتقش ما كتدوزش كترتق. لا حيت بعدا دابا بلا ما تشد حمامه، نصيحه دابا الحمام البداله خلي الحمام يبدل. خوت حنا غادي نعرفوا غير الحميمات اللي عندنا فيهم الدمعه وفيهم الشخره. كاين هاد الطوبي هذا راه عقلتو عليه كنت درت ليه الكينه، هذا راه باقي شوف عيني كي حمراء، عيني ولات حمراء في شكل، والنيف ديالو راه فازك. هانتوما كيف كتلاحظوا الخوت النيف ديالو فازك. اييه وهاد البدعي الخوت هذا هو هاد البدعي من الحمام الجدود. شوف النيف الخوت ديالو كي داير موسخ الحمامه الثانيه. وكاين هاد الدفليه الخوت هذا الدفليه محروق هو هذا نيت هذا راه حتى هو العين ديالو حتى هو في شكل والنيف موسخ. يعني كاينين حمامات الخوت لانهم فيهم الكوريزه. فين هو؟ لا هذيك ما فيهاش. ها هو هادو هادي نشوف هذا اللي النيف ديالو موسخ شي. هاد الدفيليه الخوت شوف هاد الدفيليه تاهي عينيها كي دايره هادي هي هاد الدفيليه دايره مصفيه تبارك الله. شوف 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 هاهي شوف عينيها بحال مكحله الخوت هاهي مكحله. لاحظنا يعني الخوت حنا عرفنا دابا الحميمات اللي عندنا نقولوا بانهم مرض الجهاز التنفسي مكن منهم، يعني الدمعه ما نقولوش الشخره نقولوا الدمعه والنيف كيسيل. حنا ان شاء الله غادي نخدموا الخوت البرودوي اللي غادي نجيبوا باذن الله، غادي نخدموا غادي نشوفوا النتيجه واش كاينه شي نتيجه ولا لا. هنا يعني الخوت باش كنستافدوا باش كنعرفوا، وغادي نعرفوا هذا الدواء هذا واش خدام لينا في البداله في البداله ولا لا. حيت شحال من واحد كيقول لك لا الا عطيتي الدواء الريش كي عندك تخرج عندك صافي خرجات كيف قلنا خرجت لينا راه هي خرجت لنا حمامه الخوت. منين خرجت من هنا كيف قلنا الخوت كيقول لك الريش كيتحرق وهذه وهذه، حنا غادي نردوا البال وغادي نعرفوا شنو كاين باذن الله. ونتمناو الخوت ما تكون حتى شي حاجه ديال الحريق من ناحيه الريش الخوت كيتحرك غير في الفاكسان، لان عقلت انا واحد العام انا فاكسيت الحميمات ديالي. شوف الحميمه مسكينه موحشه الطيران، شوف كي كديرها كيف قلنا موحشه الطيران. كيف قلنا الخوت بالنسبه للفاكسان اللي كنت فاكسيت الحميمات وكان العنق ديالهم العنق تفتل للريش. الله العظيم الى الريش اجابني تي فاطمه الزهراء الريش تفتل اجابني تاج. الحمد لله الامور طيبه لحد الساعه. كنتعلموا شويه بشويه. وبالنسبه لهاد الولاعه واي حاجه راها بحر اخي خالد فهمتيني، كيف قلنا راها بحر. باغا تدخل كيف قلنا الخوت بالنسبه للدواء اللي غادي نخدموا، اللي قلنا اللي خلينا ديجا خلينا التصويره ديالو كنخليو عاوتاني التصويره ديالو هنايا. هذا هو الدواء اللي غادي نخليوه هنا المره الثانيه. هذه هي الحمامه اللي غادي ندير لها الامتحان الخوت. شوف هذا الشنبور هذا ما بغاش يتقدد، راه ديجا عطينا الكينه. شوف الخوت كي داير النيف ديالو موسخ والعين ديالو كي داير. هنا فين غادي نجربوا هذا الدواء، يعني الشنبور مريض بالجهاز التنفسي موسخ بالعربيه. وعقلوا عليه الخوت هذا الرقم ديال السيري ديالو في الاخر ها هو 89 في الاخر 89. حنا غادي نعرفوا هذا الولد هذا هاكا كيصور هذا الوجه هذا
هانا الخوت شوف. هيني حمر. هذا الخوت ما غنديرو لا تقطيره لا والو، وغادي نشوفو ان شاء الله بداك الدو نشوفو شنو غادي يوقع، واش غادي يداويه ولا ما غاديش يداوي باذن الله. والله يرحم الوالدين. دابا الخوت نطلقو غا الذكور هنا نتولعو فيهم نعطيهم يقصيو وصافي، والله يجعل البركه. وكيف العاده الشكر الجزيل الاخ خالد الرئيس ديالنا من موالي على الخوت ديال البحر السيرف داك اللعيبه ديال الركماجه. الركوب ديال الموج تبارك الله، راه من الموالع ديال الركوب ديال الموج. من اقدم لي سيرفور في المغرب، اقدم سيرفور في المغرب باقي في الدومين الى يومنا هذا. تبارك الله، اللهم بارك. وتحيه لخويا كريم الخلطي حتى هو، والله يرحم كاع اللي توفى لي شي حد، الله يرحمه، والله يرحم الوالد ديالك اخويا كريم. الله يرحمهم جميعا. والله يرحم لكم الوالدين حتى انتم، هادشي الخوت اللي كنقلبوا عليه وشي اللي غادي نديو باذن الله. والله يرحم لكم الوالدين. تحيه لخويا جمال والبنت فاطمه الزهراء. الله يحفظك. تسهر على هادشي. الله يحفظك. الحمامه الثانيه اللي هي مريضه، هو هذه المجبجه اللي كنا كنقولوا عليها مجبجه، راه النيف ديالها موسخ دابا، راه بالعاني دارت انتم، شوف النيف ديالها كي داير، شوف وفمها راه فازق. كيف قلنا راه بالعاني دارت العين اللي من اللي هي الخوت راها فازقه، وغادي ندخلوا لعندها ان شاء الله. وباش حنا علاش الخوت هذه غير للافاده والاستفاده، باش غادي نشوفوا ان شاء الله ذاك الدواء ملي غادي نخدموه لمده 3 ايام اولا كاع نديرو حنا كاع 4 ايام ولا 5 ايام، غادي نشوفوا الحميمه واش صحات اولا ما صحات. حنا غادي نقلبوا هذه الحميمه هذه. ايا دارت صافي مزيان دابا هكا مزيان. لا 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 ما تدوريش، رجعي للجهه الاخرى، رجعي للجهه. هاي شوف الخوت، شوف النيف ديالها كيداير، النيف ديالها فازق ماشي بيض. ها الحمامه الثانيه الخوت، هذه الحمامه الثانيه. هنا كاين الخوت واحد الدفيله هو عندي هنا لتحت، هذه الحمامه هي بحال مكحله، شفتوها؟ شوف عينيها سبحان الله العظيم، بحال الا مكحله، ها هي بحال مكحله، راه فيها الدمعه. هذاك الطوبي هو اللي طلقنا قبيله، هذاك ديجا هضرنا عليه، كاين هاد الدفلي هذا عينيه. حنا ما علينا الخوت، حنا عرفنا بان كاين حميمات عندنا هنا الجهاز التنفسي، كاين الجهاز التنفسي، غادي نستعملوا لهم داك الدواء لمده 5 ايام باذن الله، وغادي نشوفوا النتيجه، والله الله المستعان. نتمنوا الخوت الخير باذن الله، نتمنوا الحميمات يتشافوا من هذا الجهاز التنفسي. بالنسبه للخوت نيت شحال، واحد قال لي هي نورمالمون تقلبات الجو اللي دارت لهم هذا المشكل، هذا تقلبات ديال الجو. ان شاء الله الخوت بالنسبه لهاد القصديرات غادي نديرهم، غادي نرجع هاد القصديرات هادو باش نسد عليهم. هنايا هنا راه كاينين جوج في وحده الهيها، ان شاء الله غادي نسد عليهم باش ما يدورش عندي الخوت الكورونتير، باش ما يدورش عندي الكورونتير باذن الله. والله يرحم لكم الوالدين الخوت باذن الله. دخل شوف الجوع، عرفتي واحد القضيه اخويا خالد، صحه الحمام راه هو الجوع. عرفتي راه كنشوف شي موالي كبار في اليوتيوب، شي ابطال كبار، والله العظيم الا بحال الطريقه قال لك الحمام الا ما كانش كياكل بهذه الطريقه راه ما صحيحش. خصو يكون كياكل بهذه الطريقه، هذه هي الطريقه ديال الاكل ديال الحمام. لا ما كلاوش بهذه الطريقه، هادو شوف هادو كلاو، حيت هادو تبارك الله الذكوره ما فيهمش كاع الدماء عندي، فهمتي، ما عندي حتى حبه. عندي الشجره النتاوي اللي فيها الديفو، اما الذكوره، كاملين نقيين ولله الحمد. امين، اللهم امين يا رب العالمين، نتمناو الخير. خوت كيف كنلاحظوا ان شاء الله، كيف قلنا غدا غادي نبداو لهم داك الدواء ديال الجهاز التنفسي، الى كتب ولا بغى الله عز وجل، غنبداو لهم غدا. شنو غدا؟ الاربعاء. عندي نقول لهم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت، ويمكن حتى الحد كاع، 5 ايام ان شاء الله، حتى الحد كاع باذن الله. ها؟ 5 ايام صافي، وجمعه طويل. وشويه ديال البكتيريا النافعه باذن الله، والامور غدوز طيبه ان شاء الله. نتمنوا نتولعوا العام الجاي باذن الله. هذا ما كان، الحمد لله. هذا راه محقق، هذا في المستوى ان شاء الله. شتي هذاك محقق عندك، واخا حتى لا طار ماشي مشكل، لا واخا هكاك، واخا حتى لا نقطع ماشي مشكل. هذه اللي كتقول لها العين ديال الديكلاراسيون خايفه. لا ذكرك تبارك الله، وعاطي هذا هو ضارب وولادو عاطين، فهمتيني، هو ضارب وولادو عاطين. تبارك الله راه تكير مليح، تبارك الله ذكر مليح. لا تكير مليح. حنا ملي كيكون غير ما كتكونش عارف حتى من النازل، اللهم بارك. هادو والديه ديريكت بلاجكا، والديه فهمتيني، والديه بلاجكا ديريكت، اللهم بارك. غنوريك واحد ذاكر، تلقاهم داخل، غنوريك واحد الذكير.
يا مصطفى الاسد تبارك الله تا هو. اللهم بارك. بسم الله. الارض نديريكت. عنده الاولاد لا؟ ها؟ عنده الاولاد. لا عنده الاولاد. لا وصحته ماشي هكاك. تبارك الله راه تيكون. راك عارف ديما تذكر ولا نتورا وبالوالدين احسانا. ملي كيكون ملي كيكون عندهم الاولاد راه واش مكرفط ولا غير ما يدير لا لا هو لا ما مكرفطش هكاك لا ما مكرفطش ديال الاردن هذا هو اللي صيفط لي الاخ مصطفى الاص ديال اللي في بلجيكا هذا هو اللي صيفطو لي دار جامع الحمام ديال حمام موش كان صيفط عبد الجبار الصديق ديالي يا ورا عبد الجبار هو مسكين ولا تا هو عنده واحد الدخل في راه هو اللي يمكن نخلصو ترونسبور واحد غادي يصيفط لي شي حاجه ولكن قال لي حنا من المسافه ياك المسافه مزيان المسافه لا المسافه انا عزيزه عليا المسافه فهمتيني لا المسافه عزيزه عليا لا المسافه عزيزه عليا غنروك واحد الدكير زين تبارك الله انت بسم الله تا هو شوف العين ديالو كي داير زوم هذا العين ديالو فاطمة الزهراء العين ديالو تا هو تبارك الله عنده واحد العوينه في شكال نيرف هذا كيعود الاخوان بوشعره هذا هو اخر ذكر جاني دخلته اخر ذكر شريته عندو تا هو داك السيستم بحال ديال تبارك الله لا تبارك الله مليح هذا اخر ذكر هذا خديته فهمتيني القميله لا هادو ما ديكش لهم تقطيره ملي قلت يا راه تشوف لا هادو ما نكذبوش على الله البروديكسيون هادوك راهم مطريطين هادو لا فهمتيني هادو ما ديكش لهم كاع تقطيره لا تبارك الله ذكير وختي حمام ديال المسافة حمام ديال المسافة إن شاء الله راه جبنا خديت منه جوج وليدات اللي خديت منه الله ما يسير نتمناهم الله يكون فيهم وهاد الطفيرات بويض اللي تيكونوا الطفار بويض عندهم حتى هما تيقول لك ديال الديكلاراسيون أييه الله ما يسير قلنا عندي الديفو عندي الديفو في شجنة ديال الإناث لأن نورمالمون نورمالمون كتكون الدمعه خصها تكون في جانب جوج في الحمام كامل يعني خصني نغطي لهم غنشوف غدا فاطمه الزهراء غدا قاريه في العشيه قاريه وقتاش ما قارياش خصك بغيتك تشد الجمعه غدا شنو صافي ما علينا شوف الجمعه ان شاء الله غادي تشدي معايا هذا الام ديالو الطبيب هذا اللي في سبوتنيك الام ديالو راه عندها ثلاثه دبلومات انا نولعك فيها هذه ديال سفيان بوسرحان الام ديالو خديتها من عند سفيان بوسرحان والاب ديالو واحد الطوبي ديالي طوبي سوبر اس تاسع سوبر اس في الفيتاس فهمتيني تاسع سوبر اس في الفيتاس الحمد لله لا كاين حميمات قلت لك الدكوره خصني ضروري نسد ليهم فهمتيني ها لا ماشي هو لا انا اللي طلعتو ليها فين هو لا غادي راه هو القن ثاني دابا باقي صغير كيف قلتي خصو شنو خصو يولف فهمتيني خصو يولف صافي من بعد غدوز الامور طيبه باذن الله حيتون هو تيوكل به ويلي وخلي ديك الساعه صاحبي يوكلو صافي راه خصني باش ما تعطلش باش يسمان اصاحبي خلي باش يسمان هكاك غنزيدهم شويه غنعطيهم غير القمح انا عطيك تعطيهم غير الزرع بوحدو تعطيهم الزرع بوحدو بزقعتي كي كتولي صفراء تبارك الله كي الله الا كتخرج غنعطيهم غير القمح بسم الله جيبني تاج وانتم الخوت الحميمات مازال فيهم الجوع عطيناهم كلا وراه كلاو الوجبه ديالهم هانتوما مازال فيهم الجوع شنو هو؟ هذا يمكن لي فيه الدمعة هو هذا واخا دخل ايه فيه الدمعة صافي عقد وحيدو قولو نتوما
الحميمة جيعان خليهم بعدا ياكلوا. الخوت الحمام جيعان تبارك الله، وليني راه صحة الحمام والخوت في الجوع. كيف لاحظنا داك النهار المجبجة الخوت راه ما زدت ما كلاش، يعني البارح ولا ويل البارح ولا هذا ما علينا، داك النهار بات بالجوع ان شاء الله. دابا راه كياكل ان شاء الله، غادي يدوز شي وقيته وغادي نطلقوا الحميمات. ما كنبغوش الخوت نطلقوا الحمام في هذه الحراره، لان راكم عارفين طريق كومونونس كطلع في هذه الحراره نورمالمون كيطلقوا الموالع كيطلقوا في الصباح بكري. الا بغينا الحمام يبقى في صحه جيده خصو يتطلق في الصباح بكري. هذا ما كان، ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله، نتمنوا الخير. طبا كتهضر بالحمامات ما كتفرك ما حتى شي حاجه عضاتها من هنا ترتقات لها هاد العظومه ديال هنايا فهمتي سير بحال البحات من الحرام وهي حتى هي والحمامه من تيجي طوبا صحيح هاني قنيه تنقول قنيه ما عندنا الماشي راه يا معراه اه القضيه حنا كان عندنا هو السوق هنا ندور دراع، وكان هنايا السوق ديال سوق الكلب كيسميوه سوق الكلب، وكان قبل من سوق الكلب كندور دراعه والله ما نكذب عليك، الا الحفاره كتلقى الغار كنت كنقول لك هادشي هنا فاش حيدوا البراك قبل ما يديروا السوق فاش كان البراك ديك الساعه انا كنقول لك في الثمانينات كنت كنمشي تما كنت كنقرا باقي كنعقل تنقرا تما كنمشي للمدرسه وحيدوا دوك البراك فاش قال لك غادي يحيدوا البراك ويديروا السوق في بلاصه السوق والله ما نكذب عليك الا كندوزو كنخافوا ولا نعفطوا عليهم والله العظيم كنحب الله الا هاكا هاكا وباقي نعقل قسما بالله قلت لك قسم بمو بالله وحنا كتزحف بحال عفطا على شي طونوبيل في رجال في اللورانيين وغدا مسكينه كدير بحالك ها والله العظيم الا غدا مسكينه والله الا تسنيت حتى دازت باقي نعقل فيا ما تصور تسني الطب والطبات داك الفار ما اخي نورمالمون الفار خصك تقتلو ياك انا ما نكذبش عليك بقى فيا كي بحال تيقولوا اخي جمال هما من 49 49 يفسدون في الارض ولا خصهم يتقتلوا وانا فاش بقى فيا انا هو الذكر ديال بوشعره والله ما قدرت نهرسو انا نوريه لك لا ولا مزيان فين هو لا ولا مزيان صافي ولا كيوقف الحمد لله ولا بخير صافي ولا الامور طيبه صافي برا كيوقف عليها مابقاش كينعس ليسونسيال مابقاش كينعس والديفو ديالو هو ديك الهروسيه اللي كانت تهرس مواليه ما داووش مزيان ما جبروش مزيان وجيب خلاوها عوجه بقات لي عوجه وسي عام من مور عام وغدا بحال كتزيد تعواج فهمتي كيفاش بدات غادا حتى ولات دايره لي بحال هكا ماشي هرستو هذاك كان جاني مهرس اه وشتي هذوك الحمامات كيطلعوا والله العظيم تقول ما عمرهم تهرسوا غادي تبراو تبارك الله انا غادي نوريه لك ان شاء الله انت انا نوريه لك شوف الذكر كي داير الخوت كيف قلنا الله يرحم لكم الوالدين وتحيه لخويا عمر وخونا جهاد صابرين اخونا خالد الرئيس اللي هو هذا السيد اللي جا قام بالزياره ديالنا الله يرحم ليه الوالدين ان شاء الله غادي تجي تزورني حتى انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شي كونترول انا مرحبا مرحبا على الراس انا غير اللي عيط ليا كيف قلتها ديجا قلتها خويا خالد راه اللي كيكبر بيا كنكبر بيه الا عيطتي عليا نجي لعندك راه ما نقولكش لا وما نقولكش عطيني ولا تقول لي بحال واحد سمعت قال لك ولا راه بنادم الا مشى يصور لشي واحد خصو يعطيه 4000 ما نكذبش عليك انا ما كنتش عارف هذه القضيه كلشي ولا والله العظيم انا شوف راني كنقولها كيف قالوا لي عفوي اقسم بالله لا العظيم الا هذه القضيه والله ما في خباري الا سمعت قال لك اسيدي لا خاصك تمشي دابا خايفين لا انا غادي نمشي نصور عند شي واحد شي فيديو ونقول له اعطيني الحمام ولا اعطيني 4000 قال لك لا حيت اللي كيصور الفيديوهات كيقول لك شي بعضين ما نقول ما حنا ما نجبدوش الاسماء قال لك كيمشي يصور فيديو عند بنادم تيقول لي راه دبر عليا جيت صورت لك فيديو غنشهرك ولا دورت طن اعطيني 4000 فيديو ب 4000 اخوت انا راه ما كاين لا فيديو ب 4000 لا والو نقول لكم اللي كاين راه اللي كنمشي راه مشينا عند الاخ مصطفى فاهم تحيه ليه اخونا مصطفى فاهم صورناه مع اخونا مصطفى الهواري ماشي كنعيبهم ولا راه ما كناخذ من عندهم والو كاس ديال الماء ما كناخذوش كنطلع كنصور عادي كيف مع الخوت والحباب حيت ملي كتمشي عند واحد ماشي كتطمع انه يعطيك ولا كدير شي حاجه متفقين يعني كتمشي كتصور معاه هذا وكتنشط معاه وكتجي بحالك صافي هادشي اللي كاين ما كاين لا 4000 لا 6000 لا والو الحمد لله جمال انا راه طامع فيك جيت لعندك هنا غتعطيني كاس ديال الماء بعدا مرحبا الله ودي الله ودي الله ودي خويا خالد راك عزيز يلا الله يرحم لكم الوالدين والله يرحم اللي توفى لي شي حد الله يرحمه باذن الله جميع امواتنا المسلمين ان شاء الله يا ربي الله يرحم الوالدين الجنه وتغفر لهم الذنوب ديالهم
يا ربي يا ربي تحكم بالصالحين. سبعين عنده دابا وراه 2000 وراه 7 سنين راه الله يجعل البركه. هو الله يجعل البركه 7 سنين على حسب هذا الدكتور اللي عنده غير كثر. لا 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 ما كثرش ما كثرش. لا هذه اللي مضروبه ما تبغى يبقاو يكبروا ليه ياك انا هذيك هذيك كنت باغي شنو باغي ندير وما قدرتش باغي نهرسو من هنا ندير لي بحال هكا والله العظيم كنت باغي نهرسو وتبديت كنزير عليه لقيته بحال العصبه قاصح حيت بعد ديك السفوريه اللي كانت فيه لا 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 دابا ولا كيتمشى ولا بخير دابا تداوى فهمتيني رجلو غتبقى لا رجلي ولات مزيانه ما بقاش سخونه ولا دابا تيوقف حيت كان المشكل كان كينعس عليا لا دابا صافي برات لي فهمتي كان كينعس عليا فهمتي وهذا راه العيون هذا اللهم بارك العيون عندي انجليزي خوك حتى هو فيه بحال هاد السيد فيه بحال هاد الشيء هذا وانا دقيت ليه روكساسان في هذيك درنا روكساسان ما خلينا ما درنا روكساسان دقيتو لا ما دقيتوش ليه دقيتو ليه في رجلو انا براقي رجلو ولكن قات ديك البلاصه من الاخرى الله اكبر العصر الله اكبر الخوت العصر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نوريك انت واللي داير ليه ما تقطعيش العصر ما تقطعيش هذاك راه شوف شوف كيولا شوف كيولا شنبور اجي من هنا صور السحمي السحمي شكي كيحل فمو السحمي زومي زومي شوف 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 صور 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 شوف 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 الله اكبر الله اكبر ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محمد الذي وعدتني انك لا تخلف الميعاد كيف قلت لك اخويا خالد اجي لعندي لهناش واحد القضيه اخي خالد انا راه بامكاني نعزلو بامكاني هذا لان درنا تجربه مع لا ماشي عرفنا هاد زعما هاد الولد هذا راه وراه ولد اخر ولد اخر بامكاني ندير لي نص ديال روفاميسين بالتجربه لان راه كان عندي الشامبور تيحل فمو لداخل درت لي نص ديال روفاميسين ونغبت ليه هذاك الجهاز التنفسي داك لي روفاميسين ما بقاتش فيه القضيه راه ندير لي روفاميسين غدا والله ما تعرفوا ان شاء الله ندير لي روفاميسين انا ما بغيتش ندير لي روفاميسين انا ما بغيتش ندير عليه علاش بغيت نخدم داك الدواء اللي قلت لك ديال الفروج ديال الجهاز التنفسي باش نعرف واش غيداويه ولا ما غيداويش لان الجهاز التنفسي اول حاجه مرض اوكسي فيتامين لا ماشي اوكسي فيتامين دابا نوريه لك دابا نوريه لك ان شاء الله لان اول حاجه المرض الجهاز التنفسي ما تيخلعش ماشي بحال لا دينوكولي ولا مثلا الباراتيفوز ولا هذاك الجهاز التنفسي راه حنا راه بناتي انا كلهم تصابوا بالجهاز التنفسي هاد الايام هادي النيف كيسيل كاينه ولا لا هبه هبه مرضات ولا ما مرضاتش النيف كيسيل وهذا يعني الجهاز التنفسي واحد المرض نقدروا نقولوا معدي في حد ذاته معدي وانما مرض زعما ما كيسبب شي خطوره زعما بالعربيه ما كيخلعش فهمتي ماشي شي حاجه خطيره اللي غتموت فيه الحمامه
غتموت فيه الحمامه ولا غتوقع لها شي حاجه يعني ما كاينش المشكل. علاش هذا غير بامكاني دابا قلت لك نعالج داك الذكر والله العظيم ان شاء الله باذن الله نعالجه ونعطيه نص حبه دابا ونص حبه غدا والله العظيم قلت لك نحلف بالله ما تبقى في ديك الحلان ديال الفم. وانما لا انا بغيت نستعمل داك الفروج باش مني انا نستافد. هاي انت واه دخلات انت والخوتيه دخلات باش انا نستافد ويستافدوا حتى المشاهدين باش الا كان داك الدواء خدام انت والخوت دخلات هي هبطات هذيك اللي طارت لنا قبيله نحاول نشدوها كيف قلنا باش الا كان الدواء خدام مزيان. هذه راه بدات هي كتبدل تبارك الله جوج راه سبعه باقي لها سبعه باقي لها هذه من الحمام الجدود الخوت. هذه راه هي اللي قلتي لي اخي رشيد اخي خالد قلتي لي فيها الدمعه قلت لك لا قلتي لي قبيله شوفها هذه من الحمام الجديد هذه من الحمام الجدود دخل هذا من الحمام الجدود حتى هو من الحمام الجدود. زيد يا بنيتي ابشر ابشر من الحمام الجدود ان شاء الله. وتحيه لخويا عصام 36 تحيه ليه الطونديم ديالو فوضيل عصام 36 الطونديم فوضيل الله يحفظك الله يستونديم انا الحمامه ديالكم اخي يقول لك ماشي ديالي ده ولاد ديال مولاها ان شاء الله الحميمه زوينه لا السميه ديال مولاها مولاها بلا ما نذكر الاسم ديالو ما بغاش يتذكر الاسم ديالو ديال مولاها ان شاء الله تكون فيها الخير. لا حميمه زوينه تبارك الله حميمه زوينه الاخ الحمام ديال خونا 36 حميمه زوينه تبارك الله. جيت عندو حتى للدار ما كتعرفش ليا نتلاقى انا وياه حتى بغيت نمشي بحالي عاد ويلي ديالها ماشي مشكل الحمد لله. يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير والتيسير. كيف قلنا اليوم جاء قام بالزياره ديالنا لاول مره الاخ والبطل خونا خالد الرئيس والله يرحم ليه الوالدين على الزياره والله يرحم ليه الوالدين على الوليد اللي جاب لنا وما نساوش الاخ والبطل كريم الخلطي من مدينه الرباط الله يرحم المتوفي الله يرحمه الله يجعله من اهل الفردوس الاعلى يا ربي امين. هو والوالده ديالي والوالد نتمنوا انهم يتلاقاو تماك في الفردوس الاعلى. حنا ديما طلبها الا بغيتيها قال لك طلبها كبيره باش يلا تجيب النص ديالها ان شاء الله. نتمنوا لهم الخير والتيسير يا ربي امين. اللهم لا تحرمهم الى النظر الى وجهك العزيز يا ربي وانا معاهم حتى انا وجميع المسلمين باذن الله الى بغى الله عز وجل يا ربي امين. ولا تحرمهم من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي امين. هذا مكان ونتمنوا الخير والله يرحم لكم الوالدين حتى انتم الخوت كاملين. علاش كنقول الله يرحم الوالدين؟ يعني الكلمه الطيبه كشجره طيبه. الكلمه الطيبه الخوت اللي كيقول كلمه طيبه راه ماشي هو اللي كيقول كلمه خبيثه، لان اي حاجه كتقال راه كتحاسب عليها. راه اليوم الدنيا كما يقال وغدا الاخره، يعني الخوت راه الاخره راه قريبه فهمتيني. راه حنا كعابر سبيل ما هو عابر سبيل حنا غير دايزين في الدنيا. هاد الدنيا راه لا شيء والله الذي لا رب سوى لا شيء، لان انا كنشوف بزاف ديال الحوايج. فينا هو يونس؟ في راه الخوت راه يا ربي تسمح لي انا نهضر غير على راسي. اللي بغى يصوم يصوم، اللي بغى يزكي يزكي، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي بغى يقول كلمه طيبه يقولها، اللي بغى يقول الخبيث يقولها. راه كاين غير الحضايا اللي كيحضيك على والو هو ما عارفش هادشي وقتاش غادي يديرها. هادوك انا كنهضر على العقول الضعيفه كيبقى حاضيك على واحد الحاجه انت راه ما عندكش، وربي كيعطيك غير واحد العيبه بسيطه وما كيعطيهاش لك على دوام. كيعطيك ربي واحد العيبه وتيقول لك ملي كتجيب الفلوس باش كتوكل الحمام. لا حول ولا قوه الا بالله. مثلا واحد قال لي ملي كتجيب الفلوس باش كتوكل الحمام انت خدام غا سيكوريتي. راه كنت ديجا قلتها حشومه هاد الهضره هادي. راه ما هذا كيبين لك هذا البغض والحسد والكره. كيبين لك بان هاد السيد هذا حاد ديك العين ديال العين حقه والسحر حق فري حادك بعينه. علاش انا قلت لكم الخوت وفري وسمحوا لي ما كنهضرش عليكم نتوما، نقدر نكون كنهضر على هذا الاخ بوحدو، لان الا مثلا تبعتني غير 2400 ولا 3000 واحد كتلقى واحد فيهم خايب. انا ما نهضر ما نكذبوش على الله. نهار ديال الفراغ ديال الدجاج ديال الوالده نهار بينتهم كبار صورتهم كبار صورتهم اليوم كبار الله كيشهد عليا. الغد اللي مرضوا ولا ما مرضوا سبحان الله العظيم ما بين ليله وحين. الفلوس اليوم راه صحيح كيحنقز والغد اللي صبح مريض. هذاك داك خاين اللي قال لي ديك الهضره 100% هو اللي ضربهم بعيني. نهضروا في الواقع الخوت، لان راه فري العين وحق
فهمتي غير العين حق هذا ما كان. والله يسمح لنا ويسمح لكم والله يرحم لنا الوالدين ويرحم لكم الوالدين الخوت في الدنيا وفي الاخره باذن الله. هذا الشيء اللي نقوله. والله يرحم لكم الوالدين وتحيه لخويا خالد الرئيس. تحيه ليك انت. الله يرحم لك الوالدين وشكرا اخويا خالد. ومسيره موفقه ان شاء الله. ان شاء الله اخونا البطل كريم الخلطي كذلك ومثال خونا جهاد صابرينا وما نساوش الاخوان كاع اللي كيحبونا. الله يرحم لكم الوالدين خليكم معنا. تحياتي لكم والله يرحم لكم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله ان شاء الله. غدا راني معكم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شي تحيه خليك. تحية لجميع الموالي اللي ما ذكرناش الأسماء ديالهم ونتمنوا لهم التوفيق في هذا العام إن شاء الله يكون عامر بالشواهد والفرحة والفوز ويكون اتفاق والقلوب تصفى وبغينا نكونوا لاعبين لعب كما تيقولوا بشفافية ما يكون فيه لا صداع لا مشاكل لا والو. عينا بكل عام كنبقاو نسمعوا المشاكل والصداع. اللهم بغينا واحد الحاجه تكون غاديه كما تيقول لك النصارى كلير كوم لو دغوش. والله يجعل شي بركه. تحيه لكل شيء بلا ما نبقى نذكر الاسماء اللي يقول لك شي واحد سميتيني والاخر ما سميتيش. تحيه لكم كاملين المواليع والرياس ولي سيرفور والمغاربه كاملين. تحيه كبيره لخويا جمال وبنته اللي كتسهرت هي معاه على هذا الشيء. يلا الخوت تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.